ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. رزق الفنان المصري تامر حسني بمولوده الثالث من زوجته المغربية بسمة بوسيل يومه الخميس. وحسب ما ذكره الموقع المصري اليوم السابع، فإن بسمة بوسيل وككل مرة وضعت مولودها الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية. وسبق لتامر وبسمة أن رزق في وقت سابق ببنتين تاليا وأمايا. ومن جهته استعاد تامر حسني عافيته بعدما تعرض لوعكة صحية ألمت به مؤخرا حتمت عليه تأجيل بعض الحفلات الفنية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.